إذا أنا كده واقف عند النقطتين، النقطة الأولى هي مسألة الأنسولين بتسحب من الصيدليات بدون روشتة، ولازم هنا نرجع لدكتور أيمن محاسب نتأكد من إنه ألا يوجد لدي قانون أو قرار سواء إذا كان من النقابة أو من الوزارة يحظر بيع الأنسولين إلا بوصفة طبية معتمدة. ده من جهة. من جهة أخرى دكتور أيمن محاسب قال إنه بالمناقشة مع وزارة المالية فتقال لهم ما احنا عندنا بعض الإجراءات يجب أن تستوفى أولا. إذن الوزارة معترفة إنه في عطلة من عندها بسبب الإجراءات. وهنا هستأذنك نرجع مرة تانية لمعالي النائب أيمن محاسب. دكتور أيمن معاك يا فندم. دلوقتي زي ما حضرتك سمعت اكيد دكتور علي عوف قال هي المشكله مش في انه الانسولين مش موجود، المشكله انه بيخش وبيروح للصيدليات والناس بتسحبه باعتباره وسيله من وسائل انقاص الوزن بشكل سريع. ومن جهه اخرى قال ان احنا ما عندناش اي شيء يلزم الصيدليات بانها تبيع بوصفه طبيه. تحياتي طبعا للدكتور علي، تحيه مهمه لان هو الحقيقه اتكلم بدقه وحط دي على نقطه مهمه. بس الحقيقه احنا بنتكلم في حاجه ما تكملش 5% من الازمه، يعني الناس اللي بتسحب ده عشان تعمل بيها تخسيس والكلام ده كلام مظبوط وتاخد كميات فعلا، ولكن زي ما سيادته ذكر ان حقنه من 300 400 جنيه بيشتروها ب 5000. احنا بنتكلم على شريحه قليله جدا في المجتمع المصري، ما هياش حالات مرضى السكر اللي وصلت 11 مليون حاله اللي هم محتاجين عدد بلا يعني محتاجين كميات كبيره من الادويه. فهو فعلا من ضمن اسباب هذه الاشكاليه ان في استخدام خاطئ للانسولين او استخدام مختلف للانسولين غير للمرض، يعني بس دي نسبه زي ما قلنا مش هتتعدى 5-7% من الحقيقه يعني. انما احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول بشكل مباشر حتى لو الكميه دي بتفقد او بتخرج لابد ان يتم تعويضها فورا لانها ادويه حياه بني ادمين. دي رقم واحد. رقم اثنين اشكاليه بقى التعامل اللي اتكلمنا عليها، ان مثلا لو في 28 صيدليه بس المتاح فيهم اللي هم المعترفين من الدوله، وانا بقول لسيادتك وباكد على الدكتور عوف ان الكميات اللي جوه الادويه الصيدليات اللي هم ال 28 دول يعني مش عايز اقول المواطن بيروح يقول له وتقال له ما فيش 30 مره زبط رايح جاي ويجيب واسطه عشان نصرف له، لا احنا عايشين الماساه بين ايدينا احنا مع المواطن، واخد بال سيادتك؟ فالحقيقه مش ده الموضوع، الموضوع الحقيقي ان احنا عملنا ايه عشان نوفر المصريين؟ ما عملناش حاجه، بنتعامل لازلنا بالورقه والقلم داخل المكاتب وعندنا امراض ماشيه في الشارع. 11 مليون بني ادم ماشي في الشارع عنده اشكاليه. هذه الاليه اللي بتقوم بها الحكومه كلها الحقيقه يعني شيء مرفوض رفضا كليا، ولابد ان يبقى في احساس اكتر بالازمه اكبر من كده وتجهيزات اسرع من كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا بنتكلم على ان الادويه بقى او السؤال المطروح، واحنا ياما يا سياده النائب اتكلمنا في المجلس على ان يعني يا جماعه لو وزاره الصحه كفايه ازمه الصرف، احنا حولنا الصيدليات كلها البوتيك، حولناها للسوبر ماركت علاجي، الموضوع مش كده. بقت الادويه بتتصرف فعلا، وزي ما سيادتك تفضلت كل علبه دواء ايا كان الشرط الاساسي فيها اللي الصيدلي في كليته وهو بيدرس ولما اتخرج واشتغل وقرا لا يسمح بتداولها الا عن طريق طبيب، هو عارف كده وممنوع بيبيعه جوه مكتوب عليها ما ينفعش يبيعها الا بارشاد طبيب. انا لسه مش محتاج قرارات، ده كلام يعني صراحه احنا بنتكلم يا يوسف دي مع حكومه بطيئه التاثر والتاثير، يعني لا ما ينفعش طبعا. لا، وهيئه الدواء المفروض توفر اسرع من كده. لو في حد عندي نقص، في مواطن بيستخدم غلط، في مواطن، انا بواجه مين بالدواء؟ المريض ولا المواطن الثاني اللي هو بيعمل تخسيس ولا ما يعملش تخسيس؟ انا عندي اشكاليه في مرضى. لا، احنا مش حاسين لحد دلوقتي بالاشكاليه برضه، يعني احنا بنتعامل مع الملف وكانه ايه دي وجهه نظر، طب ما نعملها كذا، احنا عندنا خطه لزياده كذا. دول مرضى، انا مش بستصلح اراضي صحراويه فبقول انا عندي السنه دي استصلحت مليون فدان السنه الجايه يبقى 2 مليون، لا انا عندي مرضى احتياجهم اليومي بل اللحظي موجود، ممكن في لحظه يموت واحد. واحكام السيطره على الصيدليات وما تبيع الصيدليات اسهل 30 مليون مره طبعاً. من انه احنا لسه نبدا نشتغل على وعي المواطن. يعني عموما انا بشكرك جدا 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 دكتور ايمن محاسب عضو مجلس النواب.